نظمت دار الثقافة الأيام الوطنية للإنشاد والمديح الديني في طبعتها الثانية لولاية الطارف. هذه الأيام التي كانت تحت شعار أصوات المنشد في مدح خير البرية وتصدح لأوجاع فلسطين. ورانا محضرين منشودتين، واحدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذه الأيام، هذه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والنشودة الثانية نقدموها لإخواننا في غزة، نسأل الله تعالى أن ينصرهم. نحن نعيش طبعا أجواء جميلة جدا في داخل القاعة، نستمتع بهذا المديح الديني والأناشيد الدينية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في هذا المجال وفي هذه الأيام الوطنية، ونتمنى النصر لغزة وفلسطين.